راح برجر. عسام مسامي نرحب بكل مرحبا المستمعين. مرحبا بكم في غاسين كاري. اسمع معاش يساعدني نادي الغيبة طويلة من مخدمتش نهار جمعة والاثنين والويكاند معاهم والثلاثة حاسيلو برشا تليفونات جاو يسألوا عليها ميرسي بوكو وقداش يسألوا عليك قولوا كوينك في والله كاري. وي دونك سي بيان والله سي بيان قلت سي بيان الناس تبعوا ويفرقدوني وبون البداية اليوم نحب جوست حكاية صغيرة. اليوم فقدنا الفنانة كانت تحب ولا ريم غزالي اللي هي المشاركة الجزائرية اللي كانت في ستار أكاديمي. يمكن معناتها علاش باش نحكي على ريم توا؟ ريم على خاطر أنا عرفتها كيما الناس الكل معناتها نتفرج فيها في التلفزة في وقت ستار أكاديمي كانت ناجحة برشا وكأنها يو أن سوكسي كبير برشا معناتها تقول علاش تو سو سوكسي تبارك الله فما القبول من عند ربي كيما يقول. وشاءت الصدفة اللي نتقابل أنا وياها في الجزائر في 2017 وقعدت برشا وقت معاها وفي الوقت ذاك حكيت لي حكايتها. إبا اكتشفت قديش مرأة كانت منازلة بالحق قديش الدنيا عطاتها برشا ما خذت منها برشا وقديش تاحت ووقفت على ساقيها مرة أخرى ربحت برشا فلوس وخسرتهم الكل في خدمة وفي معناتها أكتيف ياسر المرأة هذيك. وقت اللي تحكي لي على حكايتها وكانت تجربة إنسانية عميقة قلت فينالمون الدنيا هكا تطيح وتقوم. ما تخيلتش اللي بعد مدة صغيرة المرض مش يعاود معناتها وسارعت المرض برشا. اليوم توفيت نحب نعزي عائلتها الكل والمعجبينها الكل ومحبينها ونحب نعزي سلمى غزالي صديقتي زوجة بشار غزاوي وإن الله ونا الله يرحمها.